السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة محجوبة أم فاروق. هذا النهار هذا غندير معكم بطاطا مسلوقة في الكوكوت بلا الماء. هنا غندير معكم بطاطا، هي كتحط غدا ندير البطاطا تستفها في الكوكوت تكون مويان وندردر شوية الملحة ورجع معكم. وهنا غنسدو الكوكوت ونخليوها 30 دقيقة، وخصنا نحركو الكوكوت مرة مرة. يلا خوتي خواتاتي، 30 دقيقة ديال المعجنة اللي خلينا هاد الكوكوت على عافية منقوصة كومبليتمون. دركا غادي نحلوها باش نشوفو كيفاش البطاطا راها عاملة. وهاد الموس هانتوما كتشوفو كاع محلولة. شوفو البطاطا جات شبه مشوية، ولكن ما نقولش لكم عليها، كتجي لذيذة وبنينة، جربوها وما تندموش عليها. هذه هي البطاطا اللي طيبتها بالماء وجات غزالة، جات كتشهي. شوفوا كيفاش هي، هذه راني ربستها، كتجي بحال شكل لابوري الا بغيتو سي. المهم 30 دقيقة البطاطا ديالنا كانت طيبة. شوف الموس كيمشي يجري، البطاطا تاعنا طيبة. ديروها مع اي حاجة بغيتو تاكلوها وبغيتو بطاطا مسلوقة، هذه بلا فور كتجي هائلة، كتجي مخيرة. منقولش لكم اللذة والبنة ديالها، ما شاء الله. كتجي بحال شكل مشوية في الفرن، ولا ماشي في الفرن، مشوية في الفاخر ولا شي حاجة. والقشرة ديالتها سهلة باش كتنقى، ماشي بصعوبة، سهلة بزاف بزاف بزاف. جربوها وما غاديش تندموا عليها. بطاطا طيبة بلا ما في الكوكوت.